تاخدنا على فين يا خزوز؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش اي رجل ادخلها هنا، خد بالك. نخبه ايه يا الخميس ده؟ دي حته لبش، ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. اه شوق دي كانت سمعتها هباب طين، وبقدرة قادر كانت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي ان هي كانت جوازت مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجاله، زي ما انتوا زي ما انتوا. اه ده رجع. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت بمية رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل، بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص، وباشاره من المعلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته، والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. اه زبابه ميدل على سلامة يا فندينا، نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. نورت مكانك يا فندينا. اوف وش هنا هنا اهو الذبابة الملعونة وقفت في على الزجاجة فنششتوها. ازاي؟ فنششتوها. ايوه فطارة. ايوه بقول لك مكان النخبة. نورت مكانك يا فندينا، نورت مكانك، نورت مكانك يا فندينا. يلا عالسلام. السلام عليكم. فكر زي ما انتوا رجاله، زي ما انتوا زي ما انتوا. والله ليك وحش يا زوز. اومر يا فندينا، هات ايدك وخدها. حاضر يا زبابة. ايوه يا فندينا. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا ابو طافي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. من خيركم يا رجاله، سهر عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سالفينا فلتين. مساء العجوه. شكرا يا ذبابه. بس البنت شو دي طلعت حكايه. طلعت بنت مطفلحه. مطفلحه؟ اه مطفلحه. مطفلحه يعني معقده. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها، خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعت أنا. أعمل إيه في البلوى اللي جابتها لي البت إياها؟ آه سعاد، عليك مشكلة بجد يا خميس، مش عارف أعمل إيه. قال إيه هبقى أب لعيل في الحرام؟ ده أنا ما ينفعش أبقى أب في الحلال. طب وأنت عيبك إيه إنك تبقى أب في الحلال؟ بقى مرتي سيب لي الموضوع ده، ما تشغلش بالك بيه. هتعمل إيه؟ مالكش فيه بقى، هو أكل وبحلاها. أنا بس اللي مستغرب له إزاي أمي آمنت لواحدة زي دي في بيتها؟ من إمتى ضاوية بتربي حية في حجرها؟ أنت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس أوعى تكون أنت مجنون يا ابني ولا إيه؟ دي مرات الخيال، وكمان ما أقدرش أخون رمانة. نعم، أمال بنات أم سامية دول إيه؟ لا 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 دلون ودلون، دول حاجات كده للقعده والسهره نضيف. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. اه حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائيه. نعم، اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا،
قوم اقف ورا وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده ايوه. يلا 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 جنبه جنبه ارفع ايدك فوق يلا. يلا وشك في الحيط يلا. ارفع ايدك فوق يلا. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه والناس ناس ما بقاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه الكل بقى بياكل في بعضه وتلم العاطل على الباطل وتلخبط الحابل بالنابل دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل دورك جاي ما تقلقش اتقل. كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقولة البني آدم يضر نفسه؟ معقولة؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب أنت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك أنت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. أنت سامعني؟ لا. التعبيرة دي جامدة أوي يا رجالة. إيه ده؟ طب أنتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحدة؟ عمرنا. طب عمرك أنت سمعت عن محشش واحد في الأرض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لا مؤاخذة سلبها أعز ما تملك؟ خميس. ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه بحشش يونيتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران خد الجوزه وشد بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه يا بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي انت حلو وجميل جميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفه واحنا لسه ابتدينا. لا يدوب خمس ست اطقم اللي شربناهم.
الرجالة راحت فين؟ على الأصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو أنت بتخلينا نضرب في أي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله جم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما خلقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحد عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي دي على اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ يعني محدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ ست شهور. مالها؟ تتقص عم يخصك وبتنكش وراك يا كبير. صحيح، الست شهور بتروح لست بتاعت دجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد برانو.